في ايه يا ابراهيم؟ جاي لوحدك ليه؟ عمر فين امال؟ ايه اللي حصل؟ لما رفضوا يتصالحوا بيتوهم في القسم لغايه الصبح. يا مسبتي! وانت ما اتصرفتش ليه يا خالو؟ هو انا سكت يا فاطمه؟ ده انا فضلت اتحايل على الضابط لغايه لما طردني من مكتبه. حظهم وحش. ربنا وعدهم بظابط مخنوق قوي قوي مش طايق النجوم اللي على كتفه. طب وايه اللي وصل الحكايه للحبس بس؟ هو احنا ناقصين؟ هو احنا وش اسهام يا ابراهيم؟ الواد ريقه ومصمم يعمل محضر ضد عمر وفاطمه عشان اداكوا فلوس المهر وانتوا مش عايزين تجهزوهم. الواطي الناقص قليل الاصل. طب والله فلوسه دي ما هي بايته في البيت اللالادي. انا هقوم اجيبهم لك من جوه عشان تاخدهم ترميهم في وشه. استني بس، المساله مش مساله فلوس، دي محاضر بين اتنين ضد بعض. الفلوس دي مش مهم، اهم حاجه ان احنا الصبح بدري نروح نشوف محامي يخلص الموضوع ده. المساله مش جهجهوني يا روايه يا اختي. خلوا مع حق يا ماما، احنا لازم ندور على محامي العمر. يعني هو انا اللي هجيب المحامي ده يا بنتي؟ ما تتصرف يا ابراهيم. حاضر، ما تقلقيش، انا من نجمه هنزل اشوف محامي. امال كامل حبيب خاله فين؟ كامل؟ كامل في سريره من بدري يا خاله، نايم. طب بالنسبه لازازه الريحه اللي جابها لي من بره الدوج دي، هل طمع فيها ولا سايبها لي على السفره؟ دي شكلها هتطول بقى. مش الفل يا رجاله؟ مش الفل يا عمنا. واسم الكريم ايه؟ علاولة. علاولة؟ اه اسم حلو علاولة. يعني عارف كده مش منتشر، نادر. امسك في ايه علاولة؟ حرامي موبايلات بالاكراه ولا مؤاخذه. يا حلاوة، عارف احلى حاجة في الناس؟ إن يا ابني اصبر قريتك. عارف احلى حاجة في الناس علاولة؟ ان كل ما يظهر اختراع تظهر جنبه مهنة جديدة. يعني لما كانوش اخترعوا الموبايل ما كانش زمانك مشرف هنا. قريتك تعالى. اسمك ايه يا لزقة؟ لزقة. امسك في ايه يا لزقة؟ اصلا انا عدم المؤاخذه معروف عني اني بحب الزق في اي جيبه في الاتوبيسات. يا لطيف. والزق قوي. بيت امك ريعه الكلب. عدم المؤاخذه مين ريعه ده؟ حته واد اصله. هو مش واد قوي يعني. خد يا ها بيتك اطبعك صوره في الزقاع دي. انا لسه سمعت حاجه. ارقص. ده بيجوا يزوروا مراتع حوالينا. لا وايه اسم الدلع ايه؟ خش يلا. معقولة؟ كرباج. كرباج يلا. ولا يبان عليها بنت الايه؟ بقول لك كرباج خلص. وانت عامل ايه يا علاء؟ الحمد لله. مش عاجبني من ساعة ما دخلنا الحجز. مالك؟ هتعمل ايه؟ مكرونة بشاميل، سمك، مسقعة. ايوه. طيب طب انا جاي حالا. طيب كده بقى اقدر اقول لك البقاء لله في الحصان. والله هتوحشيني. وانت كمان يا حبيبي. باي باي باي. صباح الخير. صباح النور يا فندم. كنت عاوز اتاكد ان اخر تحويل بعته من العراق وصل. اوكي. حضرتك استاذ كامل؟ ايوه يا فندم. البطاقه بعد اذنك. حالا. اتفضلي. شكرا. شكرا. اخر تحويل تم في 21 فبراير بمبلغ 6772. تمام جدا. طيب ممكن تقولي لي الرصيد وصل كام دلوقتي؟ طب 562,430. اللهم صل على النبي. متشكر قوي. حضرتك تحب تسحب حاجه من رصيدك؟ اسحب ايه بس؟ فضل الله ولا فالك يا فندم. لا ولا حاجه. ممكن تطبعي لي كشف من الحساب؟ اوكي. ياما ما تقلقيش، هو في اكتر من المحامين والدكاتره في البلد. وبعدين خالي ابراهيم مش هيغلب. واحنا هنفضل قاعدين كده حاطين ايدينا في ميه بارده؟ خش يا ابني هات فلوس الناقص ده من جوه واديها له على الاسم، يمكن تعطر في خالك هناك. ربنا يسوقك يا ابراهيم.
خير يا خالو؟ خير ان شاء الله. يا ساتر. اتفضل يا متر. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير؟ طمنوني، عملتوا ايه؟ وفين عمر ومال؟ اعتبريه رجع يا حاجه. بس انا بحب اقبض مقدم. اخد دفعه نتحرك انا والاستاذ ابراهيم. مش فاهمه. يعني ايه يا استاذ؟ 200 جنيه مقدم و300 عند البراءه دي لو كانت جنحه. اما لو كانت جنايه 800 جنيه. وهجيب الفلوس دي كلها منين يا ابراهيم؟ هم 200 جنيه بس في الاول وبعد كده ربنا يسهل. امال كامل فين؟ كامل؟ لا مؤاخذة يا خال، كنت بغير هدومي. كنت بتقول ايه؟ ثواني يا ابراهيم، هخش اشوف لك الفلوس بعد اذنك يا استاذ. خد راحتك يا حاجه، ان شاء الله عندنا وقت. هو انت مالي ايدك من المحامي ده يا خالو؟ ولا اعرفه. انا كنت ماشي قدام المحكمه لقيته قاعد تحت الشمسيه، استنضفته ولقيته لابس بدله نظيفه، عجبت لي الموضوع وشفت الكارنيه بتاعه وجبته وجيت عليه. الو؟ اه يا مين؟ هان يا مين؟ لا مؤاخذة. لا عمر خرج في مشوار مع اخوه. لا والله ما اعرفش هيرجع امتى. طيب حاضر، اول ما يرجع ان شاء الله هبلغه. طيب حاضر هبلغه. سلام. خد يا ابراهيم الفلوس دي، ما تديهاش للواد ريعه الا لما تتاكد ان خلاص كل حاجه خلصت وتراضوا. ماشي؟ وانت يا استاذ اتفضل فلوسك. خير ان شاء الله يا حاجه، اطمني. يلا بينا. استنى يا خالو انا هاجي معاك وهرد بس. الو؟ ايا نحمده. لا الحمد لله، معلش اصلي تعبت شويه واتلخمت ما عرفتش اتصل. اعتذر. تعبانه ازاي يا حبيبتي؟ عندك ايه؟ الحمد لله، نجيب دكتور فيكي. الف سلامه عليكي يا حبيبتي. الحاج سيد بيقول لك لو الحكايه محتاجه دكتور. دي مش لمؤاخذه يعني، عزومه فرفيه. استنى بس يا حاج، بقول لك ايه يا حبيبتي، البنات هنا كلهم بيسلموا عليكي. وانا والحاج سيد كمان بيسلم عليكي. قولي لها هتيجي امتى؟ الو؟ ايوه فاطمه، انت محتاجه راحه قد ايه يا اختي؟ هتيجي امتى عشان الشغل وكده؟ ايه هتيجي بكره؟ طيب يا حبيبتي الف لا باس عليكي. ماشي يا حبيبتي، مع السلامه. مع السلامه. الحكايه نحمده، مالها فاطمه؟ دور تعب على شويه دلع بنات. وبعدين ما تكبرش الموضوع يا حاج، لا تتمرع وتتعمل علينا رئيسه. ايه يا بنت بتتقصعي كده ليه؟ وتتعمل علينا رئيسه؟ غوري راجل شغلك بلاش كلام فارغ.